إذا أردت القيام بقفزة كبرى فعليك أن تجرب شيئا مجنونا، القول لكبير المهندسين الفنيين في محرك البحث جوجل إكس ريتشارد ديفول، والذي نفذ بالفعل فكرته المجنونة وابتكر الإنترنت الذي يعمل بالمناطيد. وفكرة جوجل تمت تجربتها في سماء ساوث آيلاند بقلب نيوزيلندا، وهي تختصر بإطلاق مناطيد مليئة بالهيليوم لتوصيل كل أنحاء العالم بالإنترنت، خاصة المناطق النائية. المناطيد تحمل هوائيات وأجهزة كمبيوتر وبطاريات ومعدات ملاحية، وتستمد الطاقة من ألواح شمسية تتدلى منها، وهي قادرة على التحليق على ارتفاع يعادل مرتين ارتفاع الطائرات التجارية، كما يمكنها إرسال خدمة الإنترنت إلى الأرض بنفس سرعة غالبية شبكات الجيل الثالث. ولأن هذه البالونات الطائرة لا يمكنها البقاء في مكان واحد، فإن جوجل تستهدف بناء شبكة من المناطيد تطير في طبقات الجو العليا حول العالم، ويتتبعها جهاز تحديد المواقع لتحديد مواقعها في أي وقت. فهل تنجح التجربة وتغزو المناطيد الكرة الأرضية؟